انا اللي بغيت نوصل ان شوف الساط ما تبقاش رابط راسك بالعام الجاي والعام اللي موراه والعام اللي موراه الشهر اللي موراه، ولا كاين اللي تيقول لك هذاك التسويف كيبقى يسوف، تبقى يقول لك شوف وا تندير عاد نمشي ندير هادي، وشوف الساط تنخرج من مثلا من الوظيفه عاد نمشي ندير هادي، او لا الساط شوف تنمشي عندي واحد العرس ديال واحد عائلتي من واحد الشهر سالي داك العرس موراه غنمشي. شوف الاخوان الذات كتحاول انها تبقى تخليك ترتاح، فهمتي؟ الذات كتحاول انها تجرك لواحد الكونفورت زون. موضوع اليوم خويا العزيز، دونك الاخوان نبداو على بركه الله. الاخوان غادي نحاول هذا اللايف صراحه ما غاديش يكون زعما فيه بزاف ديال الهضره على البراتيك على الادز على ديك الروينه على لي كوميرس على هادشي دروب شيبين اكسيتيرا، مي غنحاول نعطيكم شنو هما الحوايج اللي خلقوا الفرق في حياتي والحوايج اللي بسببهم اللي هما مهمين ما يمكنش تفوتهم ما يمكنش تخطاهم وتدوز دير حاجه اخرى، حوايج اللي عن طريقهم زعما قدرنا نبدلو بزاف ديال الحوايج في حياتنا وقدرنا نافونسيو بزاف ديال الحوايج. الاخوان كما كتعرفوا حنا دابا مقبلين على واحد السنه جديده، بيان سور هي 2022، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وان شاء الله تحققوا فيها داكشي اللي بغيتو بالخدمه والجد ان شاء الله. هذا مكان الاخوان بزاف ديال الدراري كيديروا واحد الاغلاط اللي انا كنت كنديرهم ولكن حاولت اني نتفاداهم. دابا من هاد الاغلاط هادو هو انه كيبقى يركز على العام الجاي. شنو كيقولوا الاخوان؟ كيقولوا انا ان شاء الله في 2022 غنكون احسن من 2021، او لا على حسب العام اللي جا كيتبدل داك الرقم تيقول لك انا راه غنافونسي راه حاط واحد اللعيبات باغي نوصلهم. كيوصل داك العام كيجي شي مشكل او راه الحياه هادي راكم عارفين كتجي بزاف ديال الحوايج كيتقلب ليه البروغرام عاوتاني وكيولي راجع لنقطه الصفر وكيولي يتسنى يوصل بيه عاوتاني العام من 2022 ل 2023 وهي غاد. اخوانا باش نتفاهموا على واحد القضيه ونكون معكم صريح 100%، راه اكبر عائق ما كيخليكش تحرك راه ماشي زعما بنسبه كبيره كندوي على النسبه الاكبر على شنو هو الحاجه اللي ما كتخليكش تحرك، وهي اللي واخده نقول لك نسبه 90% اللي ما كتخليكش تحرك اللي ما كتخليكش تنوض تخدم اللي ما كتخليكش دير بزاف الحوايج هو راسك هو انت. اي باش عارف اكبر عائق لك هو انت ديما خصك تحاول تتحسن من 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 من, من الحوايج اللي كدير وتحاول تحسن من راسك، وبهاد الحوايج هادو كتبدا زعما عقلك كيبدا يعطيك واحد الافكار اللي صراحه كيجرك غير واحد الطريق اخرى اللي كتحاول انك انت ترتاح فيها لداخل، كتحاول تحس براسك راك مرتاح من هاد الحوايج. شنو هو كيبقى يقول لك وساط وغير ارتاح غير ارتاح اخي راه 2021 قربت سالي، والساط شوف راه فيما كتكون الخدمه راه وقتاش كتكون في راس العام، ملي غيبدا راس العام جديد وغادخل 2022 الساط راه غتكون حراقي وغتكون الخدمه وغتكون كذا، وكتبقى عقلك كيبقى يعطيك هاد الافكار هادو، عقلك كيبقى يلوح لك هاد الافكار بان راه 2022 غتكون شي حاجه واعره غتحقق فيها داكشي كامل اللي بغيتي، وكتدخل كتبدا تفرج في الفيديو ديال الموتيفاسيون كتبدا دير بزاف ديال الحوايج، عقلك كيبدا يوهمك، هذاك راه غير وهم. باش نتفاهموا اخوان ما كاينش فرق ما بين 2022 وبين 2023، رقم كيتبدل كما كاين السنه الهجريه اللي فاتت والسنه الهجريه اللي داخله، وكما كاين السنه الامازيغيه اللي فاتت والسنه الامازيغيه اللي غتدخل. فرا شوف الاخوان الاخوان بان لي شويه ديال الروينه في لي كومونتير، المهم ماشي مشكل. الاخوان حاولوا الله يحفظكم غير تركزوا معايا في هذه الهضره اللي كنقول، وان شاء الله غادي نخلي في الاخر ديال اللايف غادي نخلي واحد الكيو ان دي، فهمتيني؟ واحد الكيو ان دي ان شاء الله. دونك شوف الاخوان انا اللي غندير دابا هو انني غنديزاكتيفي لي كومونتير، سمحوا لي الاخوان غنديزاكتيفيت الكومونتير باش ندوي براحتي لان داكشي كيبرصني وكنلقى تما الدراري كيتناقشوا في الاخر ديال اللايف. من هنا لواحد شويه دابا نيس غنخلي واحد كيو ان دي باش اللي باغي يسول اي حاجه يسولها الاخوان، اي سؤال كيف ما كان غنجاوبك عليه.
غير بعدا ندوي على هذه النقط. كما قلنا الاخوان ففقط رقم كيتبدل، رقم كيتبدل الاخوان. وكاين كنشوف نقدر دابا من هذا اللايف، من هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا، نتوما كاملين كتفرجوا فيا، نقدر نقول لك اي واحد جيت قلت ليه دابا الساط واش بغيت دير الفلوس، واش تجي نوريك الطريق فين دير الفلوس، انا متاكد كلشي غيقول لي انا معاك الساط، ونجي عندك فين ما كنتي ونتلاقاك ونديروا قهوه وكذا والبلانص، ويقول لك انا معاك، ونقول ليه الساط اجي انا زعما نقيديك ونمنتوريك في هذا البلان هذا. الاخوان انا بيان سور ما كنديرش المينتورين، غير زعما بالعباره كتقول لي انجي مينتوريك ونقيديك فهاد لابارتي حتى توصل داكشي اللي بغيتي. انا متاكد دابا فهاد اللايف كامل كلشي يقول لك وي انا مستعد انك تعاوني وتوقف معايا، سيرتو ان عندك اكسبيريونس، عندك بزاف ديال الحوايج. اوكي متفقين اخوان، هاد الهضره اللي غنقول دابا بزاف ديال الناس كتبان لهم غير تخربيقه، بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كتبان لهم انني غير كن غير داوي خاوي وصافي. ولكن الاخوان راه انا هاد 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 اللحظه اللي انت فيها دابا وكتفكر انك خصك تنوض، ويا اما دير لي كوميرس ولا دير شي بروجي ولا دير دروب شيبينغ، ولا كاينين الناس اللي معنا في اللايف كنعرفهم عندهم مشاريع ديالهم خاصه، اللي عنده حمام، اللي عنده مخبزه، اللي عنده كذا. الحوايج زعما اللي غنقول دابا، هاد الناس كيقول لك شوف ما عنديش لاش نسمع هادشي، هادشي يتخربق، هادشي اللي غايقولنا هاد السيد هذا هي كيخربق علينا. ولكن ثقوا بيا الاخوان، والله ما كنخربق، انا كنحاول نوصل. شوف كاينه واحد لونتوراج، واحد لازون فين كنكون انا وبزاف ديال الاصدقاء ديالنا، لا منهم الغيساني، لا منهم سيمو لايف، لا منهم الدراري كاملين اللي كنعرفهم افونسو تبارك الله في حياتهم. هاد الناس هادو كاين واحد اللعيبه مشتركه بيناتنا، واحد اللعيبه مشتركه، ونقول لكم الاخوان 100% كاينه تاع عند الناس اللي فايتيننا في النيفو، واصلين بزاف ديال الحوايج. شنو هما هاد الحوايج الاخوان؟ هو ان اول حاجه الانسان كيخدم كيدمر، الحاجه الثانيه ايجابيه، انك تكون مدور بك واحد الناس ايجابيين وانت في واحد لازون ايجابيه، هذه من ناحيه. هاد الهضره اللي كنقول كما قلت لكم غتبان لكم يتخربق، غتبان لكم انا كنخربق، ولكن انا كنقول لكم شوف ايوب مرشيش كيفاش كان شحال هادي، كيفاش كان شحال هادي ملي ما كانش كيامن بهاد الهضره وما كيتيقش بهاد الهضره، كيفاش كان وكيفاش ولا دابا ملي بدل العقليه في السنوات الاخيره، ملي بدلت العقليه ديالو وليت كنثيق بهاد الهضره وليت كنسمعها وكنقول شوف انا في الاول كان كيدخلني شكون، ويلي هاد الساط هذا غيبقى طالق لنا هاد اللايف وجالس كيدوي لنا في المايند سيت ودوي لنا في العاقه اخونا، دوي لنا في العاقه، بغينا ندخلوا الفلوس، بغينا نديروا، بغينا نضربوا الرانجه، بغينا نديروا. اخوان اقسم لكم بالله لا كتضيعوا وقتكم، راه اللي كيدوي هاد الهضره باقي بعيد على هاد المايند سيت اللي كندوي عليه انا، باقي بعيد بزاف. ثقوا بيا الاخوان، ثقوا بيا، والله الا اللي كيخلق الفرق الا هادشي اللي قلت لكم دابا. اول حاجه نسى عليك الارقام، نسى عليك انك تقول انا راه دابا كاين في 2021 الساط، انا غنبدا ان شاء الله في 2022 عاد غادي نبدا، عاد ناخذ لاكسيون. الساط هي كتخربق، انا نقول لك هي كتخربق، راه والله ما غدير شي حاجه، الا كنتي غدير شي حاجه غتنوض ديرها دابا في هاد الوقيته هادي، دابا غتنوض تحرك، كتب البلانينغز اللي خصك دير، هادشي غندويو عليه توا في النقاط الجايين. انا اللي بغيت نوصل ان شوف الساط ما تبقاش رابط راسك بالعام الجاي والعام اللي موراه والعام اللي موراه الشهر اللي موراه، ولا كاين اللي تيقول لك هذاك التسويف كيبقى يسوف، تبقى يقول شوف تندير عاد نمشي ندير هادي، وشوف الساط تنخرج من مثلا من الوظيفه عاد نمشي ندير هادي، اولا الساط شوف تنمشي عندي واحد العرس ديال واحد عائلتي من واحد الشهر سالي داك العرس موراه غنمشي. شوف الاخوان الذات كتحاول انها تبقى تخليك ترتاح، فهمتي الذات كتحاول انها تجرك لواحد الكونفور زون، واحد البلاصه ديال الراحه، باش انت عقلك يولي بيس، وانت في الباك جراوند راه ناس نايدين كيدمروا. الساط راه باش نقولك واحد القضيه باش تفهموا، راه الناس اللي نايدين خدامين، راه السوق كبيره بزاف، ولكن السوق راه غدا وكتكال، هذيك السوق راه غدا وكالناس كياكلوا من السوق، ها اللي كيدي شويه منها، اللي كيدي شويه منها، اللي كيدي شويه منها، اللي كيدي شويه من انت واحد النسبه كبيره ممكن انت تاخذ قطعه من ديك من داك السوق، غير انت ما باغيش. السبب علاش ما باغيش؟ انك دير تسويف، كتبقى تسوف من بعد، ويوصل العام الجاي ان شاء الله ونشوفوا شنو غيطرى، ونشوف العائله شنو غيديروا معنا، ونشوف كذا ونشوف كذا ونشوف كذا. الساط خوي راسك من هاد الهضره، راه غنقول لك الا ما نتيش دابا خديتي لاكسيون، من غدا نوض تاخذ لاكسيون، والله الساط ما غدير شي حاجه. انا نقول لك زعما، نقول لك بصريح العباره، ونقول لك خير راه غتبقى بحال هكا. وانا كنعرف ناس، هادشي علاش كنقولوا، لان كنعرف ناس عشت معاهم زعما في السنوات اللي دازوا، وواكبتهم وكنسول شنو كيديروا، وبقيت متبعهم، وكانوا ناس معنا في الدومين ديال الويب، وناس معنا في لي كوميرس، وناس معنا في دروب شيبين، كل واحد دار سي بي اي، واحد شنو دار، والله الساط ما تفروا. غنقول لك علاش ما تفروش، حاجه وحده بسبب العقليه.
الا بقيتي بديك العقليه القديمه. انا نعطيكم واحد القصه ديال واحد السيد، هذا من الاصدقاء ديالنا، كان من الاصدقاء ديالنا، وكان كيضرب دي بون شيفر، يعني كيدير دي شيفر خيالي. نقدر نقول لكم الاخوان كان كيوصل زعما في الشهر لواحد 20 30 كف في الشهر، 20 30 كف في الشهر، وكانت الامور ميسره وكانت الامور صافا. اشنو اللي خرج عليه وخلاه يرجع لنقطه الصفر دابا وما عنده حتى حاجه، فريمون ما عنده والو، ونقدر كاع يكون كيتفرج في هذا اللايف. اخوان هذا السيد هذا كان عنده الفلوس، ياك كان كيدخل الفلوس، كان كيدير بزاف ديال الامور. اشنو دار؟ خرجت عليه عقليته فاش ملي دخل الفلوس، هذا بعدا من النقاط عاوتاني اللي كيطيحوا فيهم بزاف ديال الناس، دخلت الفلوس كيحس عاوتاني بواحد الراحه في شكل ماشي الكونفور زون ديال انت ما نيتش باغي تخدم. هذه بحال كنديو ليفل ليفل مورا ليفل، كاين اللي في الليفل الاولاني يعني انه كيتقاتل غير مع ذاته باش يلاه ينوض يخدم، باقي ما دارش الفلوس، وكاين اللي كيكون دار الفلوس وعاوتاني ارتاح حس بالراحه، واحد المدخول داخل في الشهر، اما من بعد ما دار من لي كوميرس الفلوس، مشى شرا في العقار، مشى دار هنا، مشى دار هنا، مشى دار هنا، كيرتاح داك السيد، كيرتاح تيولي يقول لك شوف انا صافي كتدخل واحد المدخول في الشهر غارتاح. صاد هذا الشيء، هذا السيد اللي غنعاود لك عليه دابا في نفس ليطاب اللي كنتي فيها، اللي كنتي فيها انت. اشنو هي هاد ليطاب؟ كان عنده الفلوس السيد، نقول لكم بحال هكا سمحوا لي على هذه الكلمه، ما كيعرفش يجيري راسو، ما نيول سيد، جمع داك البركه اللي كانت عنده، فين مشى كيخسرها؟ مشى شرا اخر حديده كاينه الصاط، زعما دابا انا غالبني نوض في هذا النيفو هذا ونمشي نضرب واحد الحديده تساوي واحد 100 مليون، ايزي ايزي الصاط، نمشي نضرب حديده تساوي 100 مليون، ولكن الصاط انا واخد واحد الحديده تساوي غير 25 مليون. علاش واخد حديده تساوي 25 مليون؟ حيتاش كنفكر بزاف ديال الحوايج جايين. الا كنت انا غنخسر في هاد ليطاب هادي غنخسر واحد 100 مليون في حديده، انا كنخرب ونكون تابع لك خونا. المهم هذا عاوتاني حاجه اخرى، كيفاش كتجري فلوس وكيفاش كتجري امور. هاد السيد هذا ملي دخلوا داك الفلوس كيسحب ليه باللي راه دوك الفلوس غيبقى ديما هو يدخل وغتبقى الامور زي عنده، ولكن لا راه داكشي راه كيمشي ويجي، راه ماشي ديما غتبقى تدخل الفلوس وديما غتبقى تدخل 20 كات 30 كف في الشهر. هاد السيد مشى شرا شي حديده ساويه شي 90 مليون ولا 100 مليون، نفس الشيء تاو اوكي، ضرب الحديده ولا كيدور نعم السي بالحديده وكيتحرك بالحديده في الرباط وكيتحرك بها في كازا وكذا والروينه، ولا كيدور به الساطات، ولا كيدور به البنات بهذا المعنى، ولا كيدور به البنات بزاف وديما السهرات وديما كذا، ويمشي يدخل الاحسن نايت كلوب كاين فيك يا مراكش ولا كاين فيك يا اكادير، ويبدا يتنافس بالقراعي مع الخوال جا والروينه وكذا. ثقوا بيا الاخوان، نقول لكم هذا السيد دابا حاليا ما عندوش شي باش يخلص، حتى باش يخلص لي بيزوان ديالو ديال الشهر ديالو، هو يخرج يخلص الطوموبيل ديالو، المازوت ديالها ولا ليسونس ديالها، ما عندوش كيفاش يخلص المصاريف ديال الدار، ما عندوش بزاف ديال الحوايج. دونك انا ديما كنفكر من القدام، راه درتي الفلوس الساط ولكن ما تطغاش، راه عاوتاني الطغيان راه ما يبغي الا الله لعبد. حاول الساط انك فريمون درتي الفلوس مزيان، ولكن عرف الاخوان الا ما عرفتيش دي دوك الفلوس لواحد البليسه اللي مزيانه وتحطهم فيها وتانفيسيون فيها، والله الساط لا لا هي كتخربق، والله الساط لا هي كتخربق، وغتجيك الدوره وعقل على هذا اللايف غتجيك الدوره. انا كندوي مع واحد اللي زعما كنحاول نعطيه واحد الميساج الا فهمه، الا بغى يفهمه. حاولوا الدراري، الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا ما امكن، الله يرحم لكم الوالدين، انكم تعرفوا تجيريو المسائل ديالكم، لا من ناحيه الفينونس، لا من ناحيه مع من كتجلس، لا من ناحيه كيفاش كتفكر. وانا كنقول زعما كيفاش كتفكر هو اللي كيخلق هذا الشيء كامل، شي لا كابتيتي المايند سيت في الاول، والله الصاط لا شوف غتقدر تجيري الامور ديالك، وتقدر تجيري الناس اللي دايرين بك، وتقدر تجيري البيزنس ديالك وتزيد به الماء احسن. هذا واحد من الناس اللي داروا هاد الاخطاء هادو، وحاليا قلت لكم راه صافي ما عنده ما يدار ورجع للصفر، ولا هو كيطلب، كانوا ناس كيجيو كيطلبوا منه، ولا هو دابا كيطلب. اوكي ماشي مشكل، رجعوا الاخوان الموضوع اللي كنا فيه باش ما نهربوش على الموضوع. دوينا الاخوان على 2021 2022، دابا حنا مقبلين على 2022. كاين داك الحماس تيجيك ديال واحد يومين ثلاث ايام ما كاملاش كاع، دير واصط 2022 غتدخل وعام غيكون شاخد ومزيان مزيان. شوف راه مزيان التفاؤل، هذه راه مايند سيت ايجابيه، انك مزيان كتفائل ان غتدخل 2022 وغتضرب واحد غتضرب زعما واحد العام ان شاء الله مزيان، لا من ناحيه البيزنس ديالك، لا من ناحيه الفلوس، لا من ناحيه بزاف ديال الحوايج، مزيان هذا المايند سيت. ولكن شنو هي اللي ما مزيانش؟ هو انك تبقى توهم راسك وتحلم،
انت كتحلم على راسك الصاد ملي كتجي كتقول و 2022 ان شاء الله غنحقق كاع داكشي اللي بغيت، وانت اصلا ما بريباريتيش ل 2022 كاع، كي بغيتي دير هادشي ما كتنوض تخدم، ما كتفيق بكري، ما كدير شي حاجه، كيفاش بغيتي كيفاش بغيتي هاد الفلوس ديرهم وانت الصاد ما قادرش تتحرك اصاحبي، ما قادرش تنوض، وكتطيح في واحد الكونفورت زون اللي كنت كنطيح فيها انا، والصاد راه ما يمكنش، راه ديك الكونفورت زون راه والله حتى كتقتل بنادم. الصاد شوف لم الناس اللي في ليطاب الاولى لا في الناس الليفل الثاني اللي دوينا على الليفل الاول اللي كيدمر باش ينوض يدير الفلوس، لا في الليفل الثاني اللي كيكون داير الفلوس وفاش بدا تجي عاوتاني واحد الكونفورت زون في شكل وكيجي بحال داك الخمول صافي وما كيبقاش كيتحرك. الصاد غنقولك واحد القضيه تصنت ليا مزيان، لا بغيتي هاد العام يمشي مزيان ودير ديك القفزه النوعيه تصنت ليا مزيان والصاد ما عرفتش هادشي تفكروا وعاود تسجلوا عندك. الصاد ايزي هادشي ساهل، شنو غادي دير؟ غادي تمشي دابا حاليا ملي غيسالي هاد اللايف شنو غادي تمشي دير؟ غادي تمشي دير ورقه وسيرو ياك. هاد الحوايج كنت كنديرهم في الوقيته اللي كنت محتاج ندير هادشي، وانت ممكن تكون كان محتاجه دابا، غير انا بدلت الطريقه كيفاش كنت كندير هادشي. انا كنت كندير ورقه وسيرو وكنكتب هداكشي اللي باغي ندير ديال النهار ولا السيمانه وكذا. دابا حاليا وليت كنديرو زعما كاينه البنت معنا في ليكيب اسيستون ديالي هي اللي كدير اللعيبات وكتقاد ليا البلانين وكتقاد ليا بزاف ديال اللعيبات. مزيان غتمشي دير ورقه والسيلو، غتمشي دير ورقه والسيلو وغتكتب الجولز اللي باغي دير في 2022. عاد تكون الصط مليتي من هاد الهضره ولكن تصنت ليا غير خليك غادي معايا في هاد اللايف دقه دقه. غادي تمشي الصط تكتب، غتمشي تكتب اشنو باغي دير في 2022. خذ ثلاثه ديال الجولز اللي يكونوا بحال قلتي لي زاكس الكبار البونت العريض ياك، ثلاثه ديال لي زاكس. مثلا في 2022 بغيت نشري دار، كتبها الصاد في الورقه، كتبها راه هاد اللعيبات هادو راه عقلك انا جايكم علاش هادشي غتكتبوا. والله الاخوان النقطه الثانيه اللي غتصنتوا ليها هي اللي عليها كلشي، انا جايك غتمشي تكتب انا باغي نشري دار في 2022 مزيانه. غتمشي تكتب انا باغي نشري ارض، كتبها. مثلا اللعيبه الثالثه انا باغي نكري واحد البيزنس اللي ولي يدير لي واحد الباسيف انكم مثلا غير يدير واحد 5000 درهم في الشهر، كتبها. ثلاثه ديال الجولز عندك انت كتبتيهم، هذيك الوريقه شدها الله يرحم لك الوالدين شدها وعلقها في البيت فين كتجلس، علقها في البيت فين كتريح، البيت فين كتجلس الا كان عندك بيت ولا كذا ولا اللي كان، خليها قدام عينيك كتشوف فيها. علاش الصاد؟ لان الكتابه راه كتبه، راه ينفو غدورها باش هذيك الوريقه راه صافي نسيتي الجولز ونسيتي اش كنتي باغي دير ونسيتي كلشي. علق هذيك اللعيبه من دابا، علقها في الجولز اللي باغي دير وبقى تشوف فيها، كتفيق الصباح كتشوفها، كتكون خدام قدامك انت في البيسي كتشوفها، كدير بزاف ديال كتشوفها، المهم كتشوف الجولز اللي كنتي باغي دير. فوالا دابا مزيان غنجيو لدوك ثلاثه ديال لي جولز اللي قلنا كبار. هذوك لي جولز ما يمكنش نجيو نديرهم كاملين دقه وحده، نمشي دقه دقه. غنمشي لذاك الجول الاولاني، غنمشي للجول الاولاني. مثلا باغي ندير دار، اوكي باغي ندير دار، ما عرفتش واش غندير دار في السكن الاقتصادي ولا غندير دار في المويان ستاندينغ ولا غندير دار دو لوكس ولا كذا، ولكن سير على حساب كيفاش الليفل اللي انت لك انت يلاه بادي. غتمشي دقه دقه هذاك الجول، خصك تشوف البيدجي باش توصل لذاك الجول، شنو خصك دير بعدا. واحد الحوايج اللي غندويو عليهم مزيانين تعرفهم هو ان خصك تفيق مثلا انت في الليفل يلاه بادي، ان معروف عليك خصك تفيق في النهار، تفيق مثلا مع 8 الصباح، تخدم ليك واحد 16 ساعة في النهار، 16 ساعة الصاد كتبها، 16 ساعة خصك تخدم في النهار، أنت يلاه بادي 16 ساعة تخدم في النهار. هذاك الجول الأولاني غتشوف شنو هو البيدجي اللي غادي يوصلك لذاك الجول اللي باغي دير. مثلا حنا باغ إكزومبل أنت تقدر تبدل على حساب داكشي اللي بغيتي، أنت باغي دير مثلا باغي تاخذ الدار مثلا في الإيكو 25 مليون مثلا للناس اللي يلاه بادين 25 مليون، هذيك 25 مليون شد داك البيدجي قسمو على العام كامل، قسم داك البيدجي على العام. ما عرفتش 25 مليون على 12، انا ضعيف الاخوان في الحساب يقدر يعاوني يقدر يعاوني سي وليد، 25 على 12 ما عرفتش شحال. المهم غتجيك جوج شي حاجه، دونك جوج المليون وشي حاجه في الشهر. مزيان الصح مزيان، انت وليتي شويه كتحط الافكار زعما كتبريسيزي داك الشيء بواحد الطريقه ما امكن زعما براتيكمون مزيانه لانك كتشوفها. وليت عارف ان خصني واحد البيجي ديال ان كا ونص ولا جوج كا في الشهر. اوكي انت بعدا اين بيزنس كدير؟ واش كدير لي كوميرس ولا دروب شيبينغ ولا كدير سي بي اي ولا عندك محل ديال البيع والشراء في الرباط ولا فين عندك ولا ما عرفتش. المهم ما عرفتش البيزنس شنو كدير.
هذاك البيزنس اللي كدير غتقول لي تجيري راسك في الفينونس. اشنو كدير؟ انا مثلا نفرض انا هادشي اللي كندير دابا، انا مثلا في الشهر كتدخلني مثلا مثلا نفرض انا كنقول كتدخلني 10 د المليون باي اكزومبل، كتدخلني 10 د المليون في الشهر، 10 د المليون بيان سور شيفر دافير اللي نفرض اي مثلا انا كنقول اكزومبل شيفر دافير ديك 10 د المليون كتدخلك في الشهر مثلا، اولا مليون نمشيو معكم دقه دقه، مليون 10000 درهم كتدخلك في الشهر. هذيك ال 10000 درهم بحال اللي نفرض انها شي فخ دافير، يعني ماشي كلها بروفيت، نمشي معاك انا للحاضر شي فخ دافير 10000 درهم مثلا، كتمشي ليا في الشهر واحد 2500 3000 درهم في المصاريف. اوكي طوب، بقات لي يا سيدي 7000 درهم. هذيك 7000 درهم غنشدها غناخذ منها واحد 5000 درهم غنسيفيها، هذيك 5000 درهم حطيتها ياك، غتبقى لي واحد 2000 درهم ديالي، هذيك نخرج ندور بها ندير بها اللي بغيت، نشري بها حوايج، نتلاقى بها بالناس، نمشي للي كافي نمشي للي ريستو مزيانه، سير على حساب المينيموم ديالك. انا هي كنقول، انا هي كنقول با اكزومبل، كاين اللي يمكن تدخلوا 5000 درهم وغيجيريها على حساب 5000 درهم، تفاهم مزيان حتى لهنا مزيان، كتجيري فلوسك انك واحد 5000 درهم انت سيفيتيها، 2000 درهم كتشبع بها راسك، لان ما يمكنش تصط انك انت كتضرب تماره كاع الشهر وكتفيق كتخدم 16 ساعه في النار، ما يمكنش تكمل بداك الريتم، راه الحماقه هذا، راه عاوتاني الجسم كيعيا، تفاهمنا الجسم راه كيعيا وكيخصو حتى هو الراحه ديالو. اسمحوا لي الاخوان، مثلا الاخوان كما قلنا 5000 درهم كتسيفيها، 2000 درهم كتخسرها على راسك، 3000 درهم هي لي شارج والروينه وزعما داكشي اللي دخلتي وخرجتي، زعما كيبقى بحال شي فخ دافير، مي كدوي انت في البروفيت مثلا هو 7000 درهم، 5000 سيفيتيها 2000 هي عندك. الشهر الثاني كتحاول انك دير داك المونطون فوا دو، غضربو فوا دو، انت دابا غادي بغولز بساط، هادشي راه يقدر مثلا يكون ب 300 دولار، الشهر الاول درتي 300، الشهر الثاني غتبغي تسيفي فوا دو، غتبغي تسيفي 600 دولار، صاط ممكن دير، ممكن ديرها وانا متاكد ممكن ديرها، كيما درتي مثلا 1000 درهم في الشهر الاول بروفيت، ممكن دير في الشهر الثاني 2000، الشهر الثالث دير 4000 5000 6000 10000 وتبقى غادي وكتطلع في الريسم بوسيبل. هكا بهاد اللعيبات اللي درتي دابا وبهاد الكتبه اللي كتبتي وبهاد الشيء اللي كتحاول ان عقلك توصلو ليه، يكون متاكد انك غتوصل لداكشي اللي بغيتي، جربها جربها. انا دابا خليني انا حسبني واحد داوي ياك، هاد اللايف ما منوش اصلا، حسبني انا واحد داوي، ولكن كنشارك معاك واحد الحوايج اللي كنت كندير انا واللي اللي نجحوا ليا، راه نقول لك بنسبه كبيره انهم غينجحوا لك. علاش؟ لان ناجحين لبزاف ديال الناس، اللي كنعرفهم انا في لونتوراج ديالي، طريقه ولا مانيغ باش كيفاش كيخدموا هي هادي. اوكي صافا دابا مزيان، ندوزوا الاخوان للنقطه الثانيه اللي بغيت ندوي عليها باش ما نطولوش بزاف. النقطه الثانيه اللي بغيت ندوي عليها هي علاش انا كندير هاد الشيء مع عقلي. صنت ليا مزيان لهاد العبادي مزيان، هي الـ هي الـ هي الفينال في هاد الشيء، وهي اللي كنت عارف ان اصلا انا راه ديجا كاينه، ولكن تبتات علميا، علميا دابا هاد اللعيبه اللي غنقول لك سيونتيفيكمون دارت وتبتات. اشنا هي هاد اللعيبه؟ هي ان الجسم ديالنا والعقل ديالنا ما كيميزش ما بين الكلمات. واخا انت ملي كتفيق مثلا في الصباح اول حاجه كديرها، ما عرفتي نفرض انت حاقد، واخا ما كنبغيش انا هاد الهضره اللي كنقول دابا ممكن المهم ممكن تاثر في بعض، المهم ما علينا، كتفيق في الصباح كتقول الصاد البلاد ما عاطياش، عقلك راه الجسم ديالك راه كيسمع لك، راه باش تعرف راه الاعضاء ديالك وعقلك والمايند سيت راه كيسمع لك الهضره اللي كتقول. فقتي في الصباح وقلتي البلاد ما عاطياش، قلتيها دازت زعما صافي، قلتيها كلمه ودازت، لا غد لي قلتي عاوتاني البلاد ما عاطيانش، اللي بعدو قلتي البلاد ما عاطيانش، نهار الرابع قلتي البلاد ما عاطيانش، الصاط والله ما تعطيك البلاد. علاش؟ عقلك استوعب هذه الفكره وبحال تيقها، العقل ديالك والاعضاء ديالك وراسك وكل شيء تيق هذه الفكره ديال ان البلاد ما كتعطيش، انت خليتي غير وتقدر تكون كتقولها بالضحك، ثق بيا راه تقدر تكون كتقولها بالضحك، تكون جالس وتقولي ولا الصاط البلاد ما عاطياناش الصاط بالضحك، عقلك ما كيميش ما بين الصحيح والغلط، ما كيميش الجسم ديالك داكشي اللي كيوصلوا داك الطاقه اللي كتوصلوا من الهضره اللي كتقول ما كيقدرش يميز بيناتها. الصاط قلتيها بالضحك، النهار الاول الثاني الثالث الصاط غتولي تبان لك البلاد مكفسه مزفته ما فيها حتى حاجه، فيها غير الشفاره والنصابه وكذا واللعيبات، غتولي تبان لك انا متاكد. على عكس انا جايك شنو هو الحاجه السيونتيفيكمون اللي دارت، على عكس انا مثلا ملي كنفيق في الصباح كنقول نهار واعر غيدوز الصباح، نهار واعر ان شاء الله غادي نديروا فيه بزاف ديال الخدمه، نهار غادي يكون ناضي، نهار غادي يكون ناضي، قلتها النهار الاول، قلتها النهار الثاني الثالث الرابع خامس سادس سابع، حتى بقات غادا بحال هكا، عقلي الصاط تيقبل النهارات كاملين اللي كنعيشهم ناضيين، ولا كيجر ليا كل حاجه بوزيتيف.
وكنلاحظ الاخوان ملي كنقول راسي هذا ضربني كان فيق الصباح اقسم لك بالله الا النهار كيدوز عندي مزيان ما كنبغيش نحلف ولكن باش كنحاول نوصل هادشي عن بواحد الطريقه زعما على غيره عليكم الدراري وكذا باش الله يحفظكم لما نوضوا تحركوا كنبقى نقول لراسي بحال هكا والله الصاد النهار غيدوز واعر النهار كيدوز واعر اخي اقسم بالله كنتلاقى مع ناس مزيانين كيجيب الله شي رزق اللي انا ما كنتش كاع ضارب ليه الحساب كيجيب واحد الرزق من شي بلاصه حتى كتجيني شي ابي شي روينه شي كذا كنمشي وشي خدمه كذا شي كيدخل واحد الرزق الحمد لله اللي ما كنتيش ضارب ليه الحساب صافي اجي معايا دابا اجي معايا دابا دونك كومبارينا ما بين الاول شنو كيقول والثاني شنو كيقول الصاد راه ممكن ديرها راه ممكن انت ديرها تجربه براسك راه ممكن زعما ديرها الراس تقول اجي نجرب هادشي اللي قال ايوب ونفيق واحد جوج سيمانات وانا كنقول البلاد ما عاطياش وتفو وانا حاقد وما كندير حتى زمره وحياتي مكفسه وكذا والروينه قولها الصاد ديرها ولكن انت تحمل العواقب ديالها قولها ديرها واحد جوج سيمانات مثلا وشوف شنو غادي يطرى لك الصاد غدوز اكفس وقيته في حياتك مادام كتقول لعقلك وكتقول راسك داكشي على عكس جرب هادي واحد جوج سيمانات اخرى فيق كل نهار قول الصاد انا واعر انا ممكن ندير بزاف ديال الحوايج كاين ما يدار ان شاء الله غنضرب دي بون شيفر ان شاء الله غندير الفلوس ان شاء الله هادي ان شاء الله غندير الدار ان شاء الله غندير الطوموبيل صافي كون متاكد ان ديك جوج سيمانات ديالك تقدر تكون هي الطريقه باش غتشونجي الحياه ديالك والطريقه كيفاش كتخدم دزنا من هادشي اجي ليا دابا كيفاش هادشي تثبت علميا دابا الاخوان باش علاش قلت لكم ان العقل ديالنا والجسم ديالنا كيتيق الهضره وما كيقدرش يميز درت واحد التجربه علميه ديال واحد السيد كان جالس جا واحد البروفيسور قال لي حطي يديك حطي يديك فوق الطبله حطي يدي بحال هكا فوق الطبله شد لي هاد اليسريه هاد اليد اليسريه شدها غطاها بحال هكا نزلها تحت الطبله بحال هكا دونك بقات غير يد وحده فوق الطبله وجاب لي واحد يد اصطناعيه وحطها فوق الطابله فعوض ديك اليسريه اللي كانت محطوطه مثلا حط ديك اليد الاصطناعيه الفوق وغطى ليه ديك البليصه باش عقله ما يقدرش يشوف ان راه يدو تحت الطبله والاصطناعيه اللي هي فوق الطبله ويدو اللي من الحقيقيه محطوطان مركزين معايا دونك دابا في الطبله محطوطه يدو اليمنيه هي اللي فري واليد اليسريه هي اصطناعيه وغطى ديك لابارسي ديال ما بين اليد الاصطناعيه اللي حطوا اليد اليسريه اللي دارت تحت الطبله اون بيان سور انستالو دوك اللعيبات ديالهم وكذا وبدا معاه بدا كيحاول معاه بدا كيقيس ليه يدو اليمين كيقول ليه واش كتحس كيقول ليه كنحس اوكي هادشي عين السيد اللي داير التجربه غير كيشوف راه ما داير حتى حاجه بدا كيقيسو هنا قال ليه وي كنحس بهاد اليد اليمينيه دوزو اليد الاصطناعي قال ليه واش كتحس قال ليه لا ما كنحس بوالو هذه المره الاولى المره الثانيه دار لي واحد شويه سخونيه على يدو اليمينيه اللي هي فري حس بالسخونيه اليد عاوتاني الاصطناعيه ما حش بقى كيعاود معاه التجربه تقريبا واحد 10 دقائق بقى كيعاود ليه التجربه اشنو طرا اشنو الحاجه اللي طرا زعما مختلفه ان عقلو خدا واحد شويه الوقت باش استوعب ان ديك اليد اليسريه اللي هي الفيك اللي هي الاصطناعيه ولات هي يدو الحقيقيه ولا كيهز باش كيقيس واحد داير واحد بحال واحد العود كيقيس يدو اليمنى قال لي حس قاس يدو اليسريه الاصطناعيه قال لي الصاد راه كنحس بيدي بحال راه كتقيس يدي الفري دونك عقلو شنو دار عقلو راه تيق بلي راه داك اليد الاصطناعيه اللي حط راه هي يدو الفري ها العقل اش قلت لكم علاش كيتيق علاش وقلبوا راه ممكن تدخلوا تقلبوا على التجربه راه كاينه في يوتيوب وكاينه في كل شيء جاب شويه السخونيه دارها لي على يدو اليمنيه ضراتو دار على يد الاصطناعيه عاوتاني ضراتو يدو الاصطناعيه اشنو دار مشى معاه للبعيد جاب واحد البره دار قاسو بواحد شويه البرا في يدو اليمنى حس بها بيان سور يدو الفري الاصطناعيه راه غير بحال قلتي غير بلاستيك ولكن الهيكل ديالها خمسة اصبع حتى هي وبحال يد فري دار فيها ديك البرا الصاد خونا غوت بالجهد علاش حس بها ولكن راه يدو الفري اليسريه راه تحت الطبله دونك الاصطناعيه هي اللي حس بها دونك هادي الاخوان دليل على ان العقل ديالنا وعلى ان المايند سيت على ان لو كور ديالنا كيقدر يتامباكتا بشي حوايج خارجيه سواء بالهضره سواء بداكشي اللي كيشوف سواء بداكشي اللي كيعيش في لونتوراج ديالو هادي خلاصه القول الاخوان خلاصه الامر دوينا على جوج نقط في هذا اللايف باش ندوزو نفتحوا الباب الاسئله والاجوبه للاخوان الناس اللي بغاو يسولوا يقولوا شي حاجه الاخوان كاين الحاجه الاولى دوينا على الجوز ديال 2022 واخا قلت لكم راه غير رقم كيتبدل ولكن حاول انك تحفز راسك يلاه بهذه الشيء
ودير داكشي اللي قلت لك وغتلاحظ الفرق. الحاجه الثانيه هي شنو كتقول لعقلك وشنو كتعطي لعقلك، ومع من كتجلس والهضره اللي كتسمع. راه شوف راه قلت لك العقل يقدر يس امباكت يا اما بالهضره اللي كتقول انت ديال واه ما عطاوناش ما داروش هنا، ولا يس امباكت بالناس مع من كتجلس. الناس مع من كتجلس يقدروا حتى هما يبقاو يلوحوا لك ديك الهضره. وهذه تا يتفكرت من النقاط المهمه بزاف اخوان. ما تخليوش شي واحد كيف ما كان، باك موك خواتاتك عائلتكم كذا، ما عرفتش، حاول ما امكن. انا كنقول حاول ما امكن، هادشي ولا بد منه، حنا انسان ولا كذا، ولكن كاين الفرق ما بين الواحد كيحاول يقلل من داك الضرر ديال القضيه اللي غندوي عليها دابا، كاين الواحد اللي ما كيقدرش. اخوان حاولوا ما تخليش شي واحد يجي ويلوح عليك ديك السلبيه ديالو اللي عاش. مثلا شي واحد دوز النهار مكفس، ما عرفتش دوز النهار مكفس، الخدمه ما مشاتش امرش، كيجي وكيبقى يشكي عليك واصاط وراه عندي مشكل والدار الكريدي والولاد وسميتو ما عرفتش شنو غندير وقرب راس الشهر والروينه وكذا وكذا، كيجي الصاد كيلوع عليك داك السلبيه ديالو كامله، كتمشي انت في الخلاص الصاد، كيمشي لك النهار معكس، كيمشي لك النهار عيان، كيخصك تعاود ترودي ماري عاوتاني النهار الاخر. حاولوا الاخوان هاد الناس، شي واحد الا كنتي غتجلس معاه غيدوي معاك بطريقه مزيانه ايجابيه بوزيتيف مزيانه تفيدك، واحد غادي يجي وغادي يبقى يرمي عليك ديك السلبيه ديالو ويقول لك راه ما لقيتش خدمه كذا روينه كذا كذا كذا، راه كيشكي عليك. اي راه ممكن شاف، حاول انك تمشي عند شي طبيب نفسي ولا شي حاجه. شنو نقول لك انا بالنسبه ليا، نبغي نعيش في شي حاجه ايجابيه، نبغي نعيش في حاجه ايجابيه. علاش؟ غتفيدني من هنا للمده الجايه، غيدخل الفلوس، غيطرى غتصادف بناس ما احسن، غتوصل لشي حوايج اللي غيوصلك ربي لشي حوايج اللي ما كنتيش كتظن راسك انك راه تقدر توصل لهم غير بسبب هاد اللعيبات اللي كدير. اوكي، دوينا في هاد اللعيبات الاخوان، دونك دوينا في النقطه الاولى، دوينا في النقطه الثانيه. والاخوان راه هادو من الحوايج علاش الاغلبيه ديال الناس كيفشلوا هما هاد اللعيبات اللي دويت عليهم. خلي انك الخدمه ديالك كتخدم 16 ساعه وكدوز زعما الخدمه ديالك، وكدير مثلا لي كوميرس كدوز داك البروسيس، كدير دروب شيبين كدوز داك البروسيس كدا، خدام كدا المسائل، خلي هذيك اللعيبه. ولكن راه باش دوز داك ليطاب اللي كندوي عليها دابا حاليا، راه الاخوان راه خصكم هادشي، باش نتفاهموا راه خصكم هادشي. وكما قلت لكم انا اعتبروني واحد اسيدي كذاب كنكذب، ولكن جرب هادشي واجي من بعد ودوي معي. اوكي الاخوان، اوكي الاخوان، ندوزو باش ما نكونش ندوز الاخوان، نطلق الاخوان لي كومونتير. اوكي، ونحاولوا الاخوان نشوفوا الاسئله ديالكم، نحاولوا نجاوبوا على الاسئله شويه ديالكم وداك الشيء. هذا مكان الاخوان، حاجه وحده وي الاخوان، شكرا، كيوصلوني بزاف الناس دابا ستارتينغ فولوين يو كدا كدا، الناس كي فولو الكونت الله يرحم الوالدين. ندوزوا الاخوان اللي عنده شي سؤال، انا فتحت لي كومونتير، اللي عنده شي سؤال الاخوان يحاول يخلي لنا الاسئله ديالو ونجاوبهم بيان سور على الماكسيموم ان شاء الله. شوف اي سؤال كيف ما كان غنجاوبك الصاد. فقره ديال واحد كيو ان دي نديروها تقريبا واحد ربع ساعه بحال 10 15 دقيقه، وممكن تعطينا شي مواضيع اخرين علاش ندويو، ومورا الاخوان نساليو هاد اللايف باذن الله. دونك الاخوان، با ايوب جود جوب برو الله يحفظك، احمد براب الله يحفظك اخويا، تبارك الله على السي ايوب الله يحفظك اخويا. الاخوان ان شاء الله انا نشوف الاخر اللايف واش نسيفيه ولا لا، غنحاولوا الاخوان نشوفوا شنو كاين. هذا ما كان. اوكي قاسك الفيروس سيمو لايف، اي يا اخويا قاسني الفيروس ديال سيمو لايف، بيان سور اخويا قاسني الفيروس ديال سيمو لايف. شحال ديال راس المال باش تبدا الدروب؟ اخويا ايوب، راس المال ديال الدروب شيبينغ اخويا نقدر نقول لك حاليا كيخص شويه راس المال. نقدر نقول لك الا بغيتي تبدا شي بدايه اللي مزيانه كاع في الدروب شيبينغ، خصك واحد فوق 4000 دولار، يعني فوق واحد 40000 درهم مغربي باش تبدا الدروب شيبينغ. منصه ادز واش للعموم؟ وي اخويا للعموم بيان سور، حنا راه دايرينها للدراري كاملين. بيان دي برافو فاطمه الزهراء، ياسين ميرسي. خويا ايوب، انا مثلا لقيت برودوي لكن ما عارفش من فين نجيبو. الدراري هذا واحد من الاسئله اللي كيتعاود عليا بزاف، وكيبقاو الدراري يعاودوا عليا، كيقول لك شوف الدراري اخوان، باش نحطكم في السياق، راه كاينه واحد الدوره مجانيه اخوان، ما عمري غنبيع لك كور باش تعرف هذه القضيه، وهذا اللايف هو غيتسجل، ما عمري غنبيع شي كور بالفلوس،
ما عمري نقول لك اجي الصاد تشري من عندي هاد لي فيديو راه غادي يفيدوك وغيبدلوا حياتك وكذا، هذيك هي بلا بلا. هادي حتى هي من النقطه اللي غندوي عليها الاخوان. الاخوان الله يرحم ليكم الوالدين، ما تبقاوش تضيعوا فلوسكم في ليكور، راه كلشي كاين في يوتيوب، راه كلشي كاين فابور، راه كلشي زعما راه كاين ديسپونبل عندك، راه محطوطين لي فيديو فابور في يوتيوب، كاينين في يوديمي، كاينين في بزاف ديال لي فوريم، كاين الناس اللي يقدروا يمشيو يقلبوا في دي فوريم ديال المراكنه وكذا، راه كلشي فابور، ما تبقاوش تضيعوا فلوسكم على ليكور. راه هذاك اللي كيصاوب لك الكور راه هدف ديالو ربحي، ابوان فينا، راه هدف ديالو ربحي، راه باغي يربح في الاخر. انا بلغت وصافي هادشي اللي كاين. هاد القضيه الاخوان كما قلت لكم راه كاين واحد الكور عندي في يوتيوب فابور كنحطو، مازال ما كملتوش غير مع الوقت. دويت على كيفاش كدير برودكت ريسيرش، دوينا على الفيديو كيفاش تكري ستور فيو كان ولا لاندين بيج اكسيتيرا. بغيت غير الدراري اللي سولوني على كيفاش منين غنجيبوا لي برودوي. الاخوان جايين باش نحلوا هذا المشكل، جايين باش نحلوا هذا المشكل. مؤخرا يلا كنشوف مع شي ناس سيف فهاد السيمانه نيت ان غنحاولوا نديروا بحال غنحاولوا ندخلوا هاد القضيه ديال لي برودوي. عارف بزاف ديال الناس كيحتاج باش يمشي للشينوا ولا يكوموندي السلعه من تما ويدخلها والروينه ديال الجمارك في المغرب، وخص الديواني داكشي وصداع الراس والروينه. حنا جايين باش نحلوا هاد البروسيس، باش نجيبو بزاف ديال السلعه وبزاف ديال الايتيمز من برا، سلعه مختلفه اللي غتكون راندوم اللي كاينه في اليكسبريس ولا كذا، غنحاولوا ندخلوها للمغرب ويكون عندنا واحد الماركت هنا في المغرب ديال الجمله اللي تقدروا من خلاله هذاك الماركت ديال الجمله اللي تقدروا من خلاله انكم تاخذوا البرودويات هنا في المغرب عوض ما تمشي تجيبوه من برا. انا شوف راه ما نقولش لك با ميدو، ما نقولش لك با ميدو ان راه ما يمكنش تجيب سلعه من برا، راه ممكن تجيبها من تركيا، ممكن تجيبها من تركيا، ممكن تجيبها ممكن تجيبها من الشينوا، ممكن تجيبها بزاف ديال الدول، ولكن اللي غيبقى لك المشكل هو ديال الكاستم ديال الجمارك، هو فين غيبقى عندك المشكل. الا كنتي جايب دي كونتيتي كبار، الا كنتي جايب دي كونتيتي صغار راه يدوزهم لك. الزوجه نيجاتيف بزاف، الزوج اخويا اش نقول لك انا، ممكن اخي، ولكن موضوع الزواج انا الاخوان ما دوزت ما سبقش ليا تزوج باش ندوي في هذا الموضوع. ما سبقش ليا تزوج اخوان باش ندوي في هذا الموضوع، دونك اش نقول لك الشاب ما عرفش، والله ما عرفش. هذه من الحوايج اللي خصك كيفاش تختار الرايت بارتنر ديال الحياه اللي غيكمل معك من القدام. هذا موضوع اخر يقدروا يجاوبوا فيه الناس اللي مزوجين. وهذا ما كان واش السوق كبير في التجاره الالكترونيه؟ رغم اخي محمد السوق كبير بزاف. السوق شوف راه واخا يبان لك هذا الكم ديال الناس كيديروا على لي كوميرس، وانا كنغوش كنقول لي كوميرس، واحد اخر كيغوش كيقول لي كوميرس، صاد راه السوق كبير بزاف والمارشي راه امبوسيبل يتساتورا، لان راه كاينين بزاف ديال الناس راه امبوسيبل. انت كدير 100 مبيع، هذا كيدير 200، الاخر كيدير 1000، كذا شحال مثلا غنكونوا مثلا ندويو على المغرب، غنكونوا كنديروا مليون في النار، ما كايناش كاع، لا ما كايناش، بعيده بزاف. انا اكزاجيريت بزاف، نقدر نقول في النار راه كيدار واش ما عرفش 50000 60000 في النار ديال 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 المعاملات اللي كيداروا زعما في السي او دي. باقي اخي المارشي كبير بزاف، وراه ما دير راه ما دير. انا اول هدف هو ندير شركه تنظيف وكتبه في ورقه شي نصيحه. انا اب ايوب اول هدف هو ندير شركه تنظيف وكتبه. صراحه ما فهمتش السؤال. تحياتي سي ايوب، الله يحفظك اخويا. اخي ايوب باغي نخدمو في دروب شيبينغ، اللهم يسهل خير. راني انا ما صراحه ما شارحش شي كور على دروب شيبينغ، مي لي ميثود اللي شرحت في السي او دي، لان هذيك الدوره السي او دي راه غتفيدك بزاف، ننصحك تدخل تشوفها. بليز سيف غنشوفو. دونك سي ايوب خاص شونجمون دو باراديم. وي بيان سور الشيف، تبارك الله سي ايوب، الله يحفظك. لالا نسيمة هضرنا على فيسبوك ادز. الشيف شنقول لك، فيسبوك ادز راه جاي الحل ديالو، جاي ان شاء الله حلول زوينه لفيسبوك ادز. لهاد الروينه اللي كانت واقعه من 2020 حتى 2021، على هادشي الروينه اللي كانت واقعه فيسبوك سدان حل الكونت يسدو ليك البوت. لا قتلنا فيسبوك ادز واحد لدرجه البارتنر ديالي غيساني كان صيفطنا واحد المره واحد السكرين على واحد السيده في واحد الجروب، واش هو ولا سيمو لايف، دايرين واحد الجروب في واتساب، وصيفطنا واحد السكرين ديال واحد السيده كاتبه الاخوان راه قربت وفقدت الامال وعندي الكريدي وكنبيع وعندي محل وعندي الكرا. كانت خدامه السيده في فيسبوك ادز، هذه السيده وكبيره كبيره في العمر، نقدر نقول السيده راه عندها شي 40 عام ولا كذا، وكتخدم في فيسبوك ادز ودايره لي كوميرس في المغرب. كاتبه في ذاك البوست لدرجه ان البوست كاتبه فيه انا راه فقدت الامال وفيسبوك كيسد ليا فيما كنحل، كنست ما خلانا ندير ولا ادز، وانا كنخلص ليغال وخدامه داك الشيء وايت وكذا.
اخوان فيسبوك جاي الحل ديالو ان شاء الله في جونفي، غندويو على فيسبوك اكثر. شنو الفرق ما بين المقاول والتاجر؟ بصراحة الفرق ما بين المقاول والتاجر، شوف انا كنقول لونتربرونور هو اي واحد كيقدر يحل شي مشكل. قدرتي تحل المشكل انت اونتربرونور، قدرتي تحل المشكل غادي تلقى الفلوس. تاجر كيقدر يكون في التجارة ولكن ما يقدرش يدير الخدمة ديال لونتربرونور. لونتربرونور كيقدر يدير بزاف ديال الحوايج، يقدر يدير تجارة، يقدر يدير بزاف ديال لي دومين مختلفين. تاجر سبيسياليتي ديالو هو التجارة، دونك يدير التجارة كيبيع ويشري. لونتربرونور ما يقدرش غير يبيع ويشري، يقدر يدير بزاف ديال الحوايج. اوكي هاو كان اي مانج لو بادجت؟ شوف انت اللي غتقدر تعرف، حيتاش داكشي على حساب انت فين كاين دابا، فاش من ايطاب كاين لو بادجت. المهم شوف الماناجمنت راه كيدير على كلشي، راه لو بادجت راه دوينا غير على 10 دراهم راه ممكن تماناجيها، باش نتفاهموا زعما نمشي معاك بالخوشي. بس 10 دراهم راه ممكن تماناجي، 10 دراهم راه ممكن تسيفي 5 دراهم اليوم و5 دراهم تخرج تشريها بزاف ديال اللعيبات، راه على حساب البيدجي وعلى حساب ليطاب اللي انت فيها. فيسبوك ارت زوين عليه، تيستيت 5 د البرودوي في كي اس اي سون ريزولتا. شوف مازال خصك تيستيهم. شوف تيست عاوتاني ديال البروداكت في الكي اس اي راه بزاف ديال الحوايج، راه هي راه واحد الفان عاوتاني اللي كتقاد، واحد البروسيس اللي كتمشي عليه. راه ما عرفتش انا صراحه مع من خدام انت في الخليج، مي نفرض انت خدام بوحدك راه خصك تشوف لا ليفريزون وتشوف الكونفيرماسيون وتشوف اللاندين بيج اللي مقاد ولا ستور واش ريسبونسيف، خدام مزيان كيكونفيرتي مزيان، البرودوي اللي خدام به شنو هو، الادز واش كديرها مزيان، الكريا واش كديرها مزيان، الفوتو واش كتقدم مزيان. راه بروسيس واضح، راه زعما خصك تكون غيكون عندك شي خلل فهاد البروسيس. انا على ما قلت خمسه ديال البرودوي نقدر نقول لك راه خصك يخرج شي واحد فيهم في يدو، يقدر الا كان الا جربتي هاد البروسيس كامل وعاودتي 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 وما عطاش نتيجه، عرف راه المشكل من لي برودوي، خصك تقلب البرودويات اخرين. اي كوميرس اور اس ام ام؟ على حساب، على حساب اي كوميرس راه دومين، اس ام ام راه هذا سؤال، راه انت اللي غتحدد الطريق. واش ريسكي مازال فيه ما يدار؟ يلا بيد نبدا فيه اخويا، راه كاع لي دومين مازال ما يدا فيهم. شنو المجال اللي كاين في الانترنت دابا مربح وفيه الخدمه؟ كاع المجالات اخويا خدامين، سي او دي، دروب شيبينغ، سي بي اي، الناس مازال من 2015 2016 هما خدامين في سي بي اي دابا ومازال كيدخلوا في سي بي اي، اللي تيقول لك سي بي اي ماشي. دوي لينا على منصة تيك توك. دويت على تيك توك بزاف، مازال ندوي عليها ان شاء الله من القدام في فيديوهات اخرين. شي فكره على الكريبتو كورنسي؟ ما عنديش فكره على الكريبتو كورنسي، انا انفيستي في كريبتو كورنسي ولكن ما كنصح حد، ما كان زعما ما كندويش عليه. السؤال اللي طرح نفسه من بعد ما سمعنا هذا الشيء هو منين غنبدا كشخص ما عارف حتى مجال؟ شاف منين غتبدا راه باين، راه باين باين. دوز بهاد ليطاب د المايند سيت اللي دوينا عليها، دخل ليوتيوب كتب الدومين اللي باغي تبدا فيه، باغي تبدا سي اودي، دخل ليوتيوب كتب دوره شامله لتعلم التجاره الالكترونيه بنظام الدفع عند الاستلام، غيطلعوا لك بزاف ديال الدورات عشان تبديتي فيديوهات خصك تجلس وتفرج فيها. سدينا بغيت تعلم دروب شيبين، هاو تو ليرن دروب شيبين، ولا دوره مجانيه ولا دوره كامله لتعلم دروب شيبين، صافي غيطلعوا لك لي فيديو وانت قادر تبدا. مستقبل سي او دي في نظرك سي ايوب؟ كاين ما يدار في سي او دي بجهد الدراري، ومازال سي او دي خدام ومازال لي دومين كاملين خدامين. ممكن تعاودنا على الروتين تاعك تاع النهار؟ اخوان هادو هما الحوايج صراحه اللي هما كنبغي ندوي عليهم. الروتين ديالي ديال النهار نحاول ان شاء الله شي نهار نخصص ستوريات انني ندير الروتين شنو كندير. ملي كنفيق في الصباح تا ماشي عاوتاني ملي كنفيق كاع، ميم الصباح شنو كندواز، لي ميتينغ اللي كندواز، الميتينغ مع التيم، الخدمه كنشكل بروسيس، كنمشي ندوز لي ميتينغ برا على برا البيرو كذا اللعيبات. نقدر ندوي على هادشي ان شاء الله في شي نهار نخصص ستوريات لهادشي. احتراماتي لك اخ ايوب، الله يحفظك بارك الله فيك خويا. هاو ماتش ماني ديو دو ان مانث؟ اوكي انا مشكلتي انا مريض بليمو في بحالكم، ما لقيتش كيفاش نجمع راس المال بسبب الاعاقه والالم، شي نصيحه؟ شاف شنو نقول لك، ليموفيلي زعما انت ما عرفتش، انا ليموفيلي زعما ماشي مينور ماشي ماجور، ما عرفتش من ايطاب انت فيها، ولكن راه انا تناوى انا فين فيا ليموفيلي بحالي بحالك، فيا ليموفيلي انا نتخدمت درت شي حاجه، ما تسوقش المر رد البال راسي ما تسوقش المر، انا درت شي حاجه، انت شاف باقي كدير الاعذار، ما كاين ما خص يكون لا اعاقه لا والو. فيك ليموفيلي الله يشافي، انت انا فيا ليموفيلي نض درت شي حاجه، انت ما نتي درتي والو، دونك خصك تنوض تحرك عزيز الله يحفظك. هاو تو جيت ان اوف لاين بيزنس؟ الشباب راه دابا بحال واحد السيد كتب لنا ماشي هادشي اللي كنا كننتظرو، ما عرفتش واش على اللايف ولا كذا، راه الشيء اللي قلت لكم الاخوان اللايف راه دويت على هادشي وخصصت ليه لايف كامل ديال المايند سيت، لان هو اللي غيخلق الفرق.
البراتيك كيفاش دير تبدا لي كوميرس وكذا، راني باديه في يوتيوب ومازال كنحط الفيديو في يوتيوب وغنكمل هادشي في يوتيوب ان شاء الله. بالنسبه للقضيه ديال تعيش اكثر من مسوك، معقوله خاص ستيميشن يعيش قل من مسوك؟ اوكي ما يتسرع دارت وقتك. التطبيقات اللي كنستعمل كيفاش التطبيقات اللي كنستعمل؟ اوكي شي برودوي في هضره العام موجودين، انا سي ابغى نبدا شركه دنتيف. اوكي 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 هادشي كامل شفناه. اكبر عدو الانسان هو راسو 100%. الله يرحم الوالدين، والدين والديك اخويا. ثانك يو فور ذيس ريلي انفورميشن اباوت مايند سيت. الله يحفظك. الشباب ان شاء الله ان شاء الله غنشوفوا. انا لحد الان كنشوف لي كومونتير ديالكم. خويا ايوب كونتيكتوز القضيه ديال المنتجات زوينه، كيفاش تكبر كذا 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 كذا. سمحوا لنا الاخوان كنحاول نشوف شي اسئله اللي نقدر نجاوب عليهم يكونوا مزيانين. تحيه للباج ديال العرب ليدرز، حتى هي تتفرج معنا في اللايف. وي تمن الكتوبه، وي الكتوبه اللي ممكن تقرا. انا صراحه كما قلت لكم انا ماشي من الناس اللي كنقرا الكتوبه بزاف، باش نكون معكم صريح انا كنبغي نشوف فيديو، حيت كل واحد وكيفاش كيتعلم. كاين اللي كيتعلم بالكتوبه، وكاين اللي كيتعلم بلي فيديو، كاين اللي كيتعلم باوديو نوت بوك ولا اوديو بوك ولا شنو كيتسمى. كل واحد وكيفاش كيتعلم. انا كنتعلم بلي فيديو، خصني نشوف فيديو عاد نقدر نكمل. يقدر يكون داك كتاب دار على اساس فيديو، راه كاينين بزاف. اوكي هذا سؤال. خويا انا مده طويله باش ميدال باش بادي في ميدال الويب وخدام في شركه والحمد لله، وكنصور تقريبا 3000 يورو في الشهر، ولكن ماشي مرتاح بالخدمه نفسيا ومنذ شهور، وانا الان ارى نفسي انني فهمت جل الميادين ولكن محتار في البدايه. خويا انا مده طويله باش ميدال الويب وخدام في شركه. شاف ما واضح السؤال، واش انت خدام في شركه اللي كتسالر ديالك هو 3000 ولا خدام في الويب وكتدخل 3000؟ المهم على اين، الا كنتي ماشي مرتاح بالخدمه نفسيا هذا حاجه اخرى، لان واش ما مرتاحش نفسيا، واش حيتاش كدير شي حاجه انت ما باغيهاش ومفروض عليك خصك ديرها، اولا 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 زعما غير بحال نقولوا جاك داك الديبريشن ولا كذا بسبب الخدمه الكثيره ولا كذا. هادو جوج ديال الحوايج مختلفين. كيفاش تقنع الكلاينت ديالو؟ اوكي اشنو رايك في صناعه الفيديوهات الاعلانيه للمنتجات؟ وي وي كاينين كنعرف بزاف ديال الدراري صحابي عندهم ديجا ديزاجونس هنا في المغرب، السبيسياليتي ديالهم انهم كيصايبوا لي فيديو. صافي كيصايب لك دي فيديو، اجونس كامله مبنيه انها كتصاوب لك فيديو. اخوان كاينين بزاف ديال لي كيسيون، الاخوان بزاف ديال لي كيسيون خصنا نساليو اللايف ان شاء الله، مازال عندي ما يدار. ورينا كيفاش نطلقوا الاد. الشباب راه الناس اللي مازال ما فهموش شويه لي كوميرس ومازال يلا داخلين وكذا، ان شاء الله الاخوان كاين ان شاء الله واحد الكور اللي جاي لي في يوتيوب فور فري فابور مجاني، شو نقولش شي واحد شي زاد اللايف ويأول وكذا، مجاني اللي انا غادي فيه فيديو مورا فيديو غندوزو على كلشي. بدينا الفيديو الاول بكيفاش درنا واحد التقديم لذاك الدوره المجانيه، درنا كيفاش تقلب على البرودوي، درنا كيفاش تكري ستور ولاندين بيج. الفيديو الجاي غادي فريمون غادي فيه بازيك باش الناس اللي ما عارفينش يعرفوا يقدروا يبداو لي كوميرس. الفيديو الجاي كيفاش قاد ذاك البرودوي، كيفاش قاد لي ديزاين ومونتاج وكذا، وذاك الكريا اللي غتخدم بها. الفيديوهات اللي موراهم كيفاش دير فيسبوك ادز، كيفاش دير تيك توك ادز، كيفاش تخدم جوجل ادز، كيفاش دير يوتيوب ادز. عندي على بزاف ديال لي بلاتفورم كيفاش دير بهم الادز، فان شاء الله الاخوان يكون داكشي في المستوى ويعجب الناس. والاخوان والله الاخوان بزاف ديال 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 لي كومونتير. اخوان اخر حاجه قبل ما نسالي، اخر حاجه الاخوان، تقول لي الساط، تقول لي الساط علاش كدير انت هادشي كامل؟ علاش زعما جاي وكدير لنا لايف وكتعاود لنا هادشي والخبير وكذا؟ الساط كاينين بزاف ديال الدراري اللي كنتلاقى بهم تيقول لي والله حتى بسببك وداك الشيء ما كنبغيش نبارطاجي، لان كيجيني معيق. انا واحد مصيفط ليا في بريفي خويا شكرا راه بسببك انا تحركت وانا دابا خدام والامور راه ميسره، كيجيني حشومه نبارطاجيها في ستوري وندير لكم كذا ونقول لكم ها واحد باش نحاول نفرض راسي. لا علاش كندير هذا الشيء؟ حيت سوا من الناس اللي كيصيفطوا ليا في فيسبوك ولا انستغرام ولا في يوتيوب ولا في بزاف ديال اللعيبه تيقول لي بزاف ديال لي شانل زعما تيقول لي بسببك راني تحركت
ونض بديت الخدمه، هادشي اللي باغي. الحاجه الثانيه ملي كنتلقى بالناس في الزنقه كيوقفوني يقول لي شوف راه والله جا بسببك نضرت ونتفعلت ودرتي فينا واحد الحماس، درتي فينا واحد الانرجي، بسبب هاد الانرجي نضنا كنخدموا. هادشي علاش كندير الاخوان هاد لي لايف، هادشي علاش كنديرو. الاخوان حاجه قبل ما نسالي اللايف، الله يرحم الوالدين، الا كنتي استفدتي ولو 0.01% من هاد اللايف، بارطاجي هاد اللايف ولا بارطاجي الكونت ديالي مع جوج ديال الناس كتعرفهم، صافي جوج ديال الناس لا غير، جوج ديال الناس بارطاجي معاهم هاد اللايف وخليهم يشوفوه اخوان. صافي اوكي اوكي الاخوان، غنسيفي اللايف لان بان لي فيه دوينا بلعيبات مزيانين، غنسيفي اللايف ان شاء الله. تحيه لخالد قرطبي، الله يحفظك اخويا. هذا ما كان الاخوان، نتمنى ان شاء الله هاد اللايف تكون فدناكم شويه. نوض الصاد تحرك، الاخير ما نقولك نوض تحرك، راه كاين ما يدار، والفلوس راه عطا الله منين تجيب فلوس وبطرق ليغال وبطرق مزيانين، وخصك غير تدمر على راسك باش تخرج راسك من الفقر اللي انت فيه، وتخرج والديك وتخرج الناس اللي دايرين بك، وتحسن الوضعيه فين عايش، ودير بزاف ديال الحوايج اللي انت كتطمح ليهم. هذا ما كان الاخوان، نتمنى ان شاء الله اللايف يكون يعجبكم. الى عجبك اللايف بارطاجيه مع 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 جوج الناس، كل واحد الاخوه لا بارطاجا مع جوج الناس راه مزيان، راه صافا. هذا ما كان الاخوان، شكرا بزاف بزاف. انا عارف كاينين بزاف ديال الكيسيون باقيين كيطلعوا، ولكن الاخوه راه ضربنا تقريبا جايه لساعه، دونك راه جايه لساعه في اللايف. هذا ما كان الاخوان، تبارك الله عليكم، وان شاء الله نشوفكم في لايف جاي، نشوفكم ان شاء الله في مواضيع اخرى، وان شاء الله لايف اخر نديرو عاوتاني كيو ان داي نجاوبوا على لي كيسيون ديالكم. اللايفات جايين الاخوان، غادي نجرو فيهم ناس اخرين غيطلعوا معنا في اللايفات، ناس اللي في الدومين نيت، ناس واصلين مزيان يطلعوا معنا في اللايف ان شاء الله، ونديروا على بزاف ديال المواضيع ونفيدوا الشباب ما امكن. هذا ما كان الاخوان، تبارك الله عليكم، ونشوفكم ان شاء الله في لايف اخر. تبارك الله عليكم الاخوان.